يقول في بلدنا عند وفاة شخص يذبحون الذبائح لمدة 3 أيام، هل يجوز الأكل منها إذا كنت من أهل الميت أو من غير أهله؟ لا تذبح الذبائح لا 3 أيام ولا يوم، ما تذبح ذبائح بمناسبة موت الميت، إنما يصنع طعام لقدر حاجة أهل الميت، إذا كانوا مشغولين بالمصيبة يصنع طعام بقدر حاجتهم ويقدم إليهم، هذا الذي جاءت به السنة، أما عدا ذلك فهو من الآثار والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.